إلى الشأن الاقتصادي الآن، حيث أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب أن احتياجات وطلب الجزائر على الحديد والصلب يرتفع سنويا بنسبة 7%، ما جعلها تحتل المرتبة الأولى عربيا من حيث حجم الاستيراد الذي يتراوح ما بين 2.5 و3 مليون طن. تصريح بوشوارب جاء على هامش أشغال الدورة 48 للاتحاد العربي للحديد والصلب. أحمد رشدي رصد التالي. إن احتياجات الجزائر المتعلقة بالبنية التحتية والإنشاء والتعمير تتعدى 4 ملايين طن سنويا من حديد التسليح، حيث يتم إنتاج حوالي 30 أو 35% منها بالجزائر، ويتم استيراد الكمية الباقية من الخارج والتي تتراوح ما بين 1.5 مليون أو 3 ملايين طن سنويا. وبذلك تكون الجزائر أكبر دولة عربية مستوردة لحديد التسليح، ويتزايد المعدل الاستهلاك سنويا في حدود 7%.